بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنتوا عنا ونكسن داود يالله يستعمل البوتشوك تنس والبومقل كني مقال كني دين سكرية دلهانتي نوحات كسور واتان برنامج كل هذا الأخطر كالراديو التلفزيون كشبه البرامج كهتضبات كي مرأة يعني دين سو بهنا نواكم ارتقادنا ميت كم بده لقات سيرته أي نوع أرق مركز بشد مين مويهين هنا وحوش يجان أما أي مركز وجود بيان ترتارن كعافمات ك ما دام أي قيب كتاي وعي جرينت بشد واجبات كسارن مركي أي نقطو أدي كست عافمات كبشد أي وش قينيان يعني تضبط كان برنامج كوحة أي نكو يجي دونا موضوع عاد وحساسية أو عن هو إن بدن أو إن كم بده أي أورياق دون تسؤال بدن إسكو يدين دونان صح إن إسكو يدين دونا إن أي نكو هاقب درنا دمان سؤالها أي قبان وحنا مرتي إنه أه الدكتور محمد عبد الله جبران ودم عن دكتورك وحوكول كلا حرمت اللهم جع والنافع نيوتريشن أن هربال ميديسين لما قال هذا مقدسه كنت على جارها أنا كي بي بي دكتورك ذلك يمن أيوك صابرت هربال ميديسين كا استيد وكالتنا ذلك مصر وحوك صابرت نيوتريشن كا مدة أفرسنا كبدنا أيوك شقينا يا وحنا كورا يسندونا وحياة بدن وأسويديني سان وأنو سجار ودل استعدونا سنكرتا أو دكتور جبران وشيعي ينو عرب تردون سؤال كهرية جري دونا هدي أبو رالك نقضى حرمت أسوي برهم شطبات كان ذكي ما نيا حق دوبيست كاميرا دوا عاد يفتح روبلة سيدو كلاتو حق ترتريست موقالك وأحمد عبد الله حسن قدة إيه فرصة ما دوا محمد عبدي أنا محمد سوداني سو صار هالكن كل سعود سيني يا سو دوا هذا مركلة الدكتور محمد وكم هذا لنا وقتي هذا النهار طي كسرو شبل تي في أهلا وسهلا أدي أدب بعض ما حصلت هاي أستاذ سوداني أديك يا تيم كاغا وحن كلون ما دعينا يا سيدو كلا إذا عدا يا تي في الشبل جودهان سو دو هذا ندي الله هاي إن شاء الله تعالى أدب ما حصلت هاي وأكفر حسن أنا خوص أبوق إنه حارون تادي هذا حل الشقة وديار جروبية بل وحن رمنا أنا وبروح يركوجا إنه بنشيد واحد قوتين سو دو مركلة حي حارون تام بنشيد قوتها بسم الله الرحمن الرحيم حرمته وحرم عافمات أو هاي ككوان لواقيبه أو نوتريشن كان وأخفق أن تضع على جسحه إيوه سدوا كله وحندت كداوينا أخفقي أباه المكايدة إن الدويو دوين هربلا وحرمتي آدي على جسح شقي لجنا سو من جوريه طبيقي إغريقي قديم كعام غريق وها علمي كل سنة تجربة يبرابو سيدو كلا علمي كان هذا عن كل شقينا يعني وعلمي شان إلى وقت سنة رو شقي لسوبرو بي برسنت جلنا له دو كستنا برسنت كده عن نقانو بقول كي بأنت قف كده وين سو ودو والبا أدوجي دو ماشة تعلم عذر والبابا وحلو بروبي بقلقف مركب حنقولي كرا دو هبل مانتا وحي وحكا قوانيسا برسنتج كيدو واسديتا بقول كيبا مساقاشا بقول كيبا مقنطا بقول كيبا مركب ساس درت هذا وحندتك مركب داويني نو قدرنا إنا تلو بحين كسي نو حاجة انتوين كا دتك نو يمين أرنتا أيضا آدي آد بي أولا رياقين وإن الله سعودان أرنتا سأيضا أيه مركا عذر هذا الدويسان محاكمة دكتور والله عذر هذا ما أنت دوني ذا كتيرة أردن أنا جهرت أصير جودة هنيد حان أمسنا هاي إن كي مادين توين كخلدني مركا صو مالذ أنت بدن واسكو عنا وأنا اسكو عذر عذر هذا ما أنت تدخل ده على دعيان أنت بدن يلا تعلنا ويكم تهاي جاسكا وهاي نافتا سدوا كله سكرتا ليكركا وحياة بدن وأي كم تهاي دتك إن لعاتيو أو هاي أنتظر أنت لقى صاحب ميسانكا ميسانكو دو سلمو سدوا كله عجار شوقة كم ده حياة بها وحكي خبرنا عذر بدن وما أنت جرا وعن والسبب عيو إن دتك أنتظر دي لايف ستايل كده خلده ما درتيسة يقول عادي أيانو وحكي خبرنا واقرت عنوي كدتك أنا كصاحبنا الشيء سدوا وصاحبين دتك عنوي والله هرت انتظر وحاويان مشكلة ده هرت ماشي كتير مد أصل أهان إن أنا أبارنا فيها إله سبحانه وتعالى نجوح نجا أور دوكا انتظر نظر نجوح كأور دوكا شركة نجوح أخرية قلنا انتظر إله سبحانه وتعالى دوكا كأور دوين كان دم بق وحبل عبتي
إن حقي جناسي وحوج على صاري دتك عارف ما تقولن اللي إلو نينك جناس ده طالن صار صاري هو هاي كيني دلك أما هو هاي بدأ جلاش هذا ككيني وهو وطلق جلي إن وقت الأير أي تعلو مركا سي وقت الأير أي تعلو إن أي تعلو سي معناها وصورة قشة إن وقت الأير أي تعلو وح بدن يحكي بدلين سيد سليد عدي ذوك الهدرتان هيدروجين حالي لا سليدة هيدروجين إسكاليرة وسليدو أدي أدول بدن أبورست إلى هلا ذا سعري مركا دبتوين كبدننا وحن أوصل بيننا إن توين كاسي وقاف كبدرن له وبن آدم كوف على ذي وقف كمركو عنا صا إن كراي تصالة هذه دتك عن كبحيو كارجة حلو طال قلي جواري القار إن سعدان بنزين هذه مركب بنزين إن أفضل إسكو قصو وكده من كارجة الوشمة وحنا عايو إن كارجة سعدة لكن ددميس أو بلاب أما قدام أما أكيد علب بلاب علب بلاب سبته وحنا هو إن كرايا وحنا هو قلية وحنا هو قرصين هاي وحلي هاي وبنزين كي ويقانا وحنا هو إن كرايا وحلي وحن خلدان وامح مركا شركة بني آدم كمركو قف كمركو وحن عنا ما يبيو حلقة يا بقى إنه مركز وحبق وسان قفكو قولي من لكن لونج تايم مركو استعمال وسوع العلي وسوع العليو وحويان عذرة فربضان وأن هرو جريب بعصاب بحي مركي لبرتاي عنتوين كان كيميكاليس كله أنو استعمالنا مركا عنتوين كان مركا دتك وحنو قراء أن أبو رست إلهي كبهن أي واحد بقى تعم كينان عنتوين كدلك عيان أقوم مهم سوا حيا بقى إلهي سبحانه وتعالى أبو رست جزء أن ولي كبهن عنتوين كقار إلهي هو أبو رست حواي لكن ما هو فلان بين آدنا جمعها لقلي وحنو قطلا قلي وقت دار إنه تعلو قبوا يقول إنه وقت كيستو وحيا وبدن وقت كيستو ساس درتها وحيا به بدن يكون دري درتها ده أي كين أي بريتول نقف كي كحنو صلو غاز كقاضو فكشن كقاضو إذا واحد أوميجا 6 مادة اللي هذا كوب بدن سليل عدي ده كله أي كين تو إن قف كا إنفكشن تركي سكب بحوايو سيدو كله كجود أهان تدا قرنجان وخلدن تاي وهذا سكرت عاد كأفر بدن لعاد عنين وكله حيث سبب تاع عدوك سكرت يسوي وحكى له سببا معناها كربوهيدرات كفرها بدن لو طلق على وحير إن قفقة وكعنه أيام سوينا تمرت ها إنه كتمرت معنا كربوهيدرات كسيدي سبب تمر بوجرك الجليا وجلوكوز مرك جيرك مرك انتظام فرها بدن لجلوكوز كهين سوق جلاية أيوه حب لابا يا مرك إن سود جيدو إنه هاي كحام صدو توين كجيرك تمرت الجليا هي توين كنجا وبدن مرك تاسع وحي كنت مرك إن قفكي مرك ما أنت أصلاً كربوهيدرات بس استعماله وسن وح كله تويه لين وسي ليرته هي عنتوين كيمي كله واستعماله هو إلهي أبو رستيس كبحينا واستعماله واسع مرك وحي كينا يعني إن قفكي وهاي حانو صلو فيتامينس بدن كم قنية من رالس بدن كم قنية هاي لبعض تدون هالكاس أي وقت ما دو وهي هاي وحن قد بالربا موضوع مهم هو أتابعتين وحكا قوتان لكن تاني وجود بين هدم كويدي هالسؤال ما هرب الأنباط كو اكتهين مثلا مدي سنك يهرب الكياس كل أحضر تاني ضد كبارتان أي حوال لماذا أصلا إنسان وسؤال مهم هرت وحن أن إنسان هرت هرب الها هذا ما مدي سنك عسري أو دعوة كي ممكن يسكا هذا الله بضل بحال مالي وحولان وأحقف كان إلا الدعوي وذردنا وحل ميكانيزم كجيرك وشقينا وحل وحورنا وحل حل ميد وما لقى يا بعينهم كوكلا دوانا وأهدوه ذا قف كان دوه ذا للصين عيا لكن إن عضو كاني وسبب هبل أي سببته سداس وكل ما دو يقابك ولع عضوك واسكون رأسي السنة ثالث درت هذا مركب كوكلا دوانا كرنو بارست عضوك بارست عضوك وحل saas darte ayda anaga waxaan sameynaa baaritaanada isbitaalada waaweyn ee magaalada yaala ay sameeyaan waa sameynaa hadii laga reebo iskaanadii MRI iyo waxyaabaha sii wali ma aanan gaarin laakiin dhigiga aan qaadno kale waa barna wali ba qaab casri ah u barna baaritaanada aan sameyno waxa kamida baaritaana lagu kala ogaanayo qofka type 1 miyaa sokortiisu mise type 2 halka warqad dheer inta loo dhiibo loo dhihilaa qof kan soo qoro intada ka hor intada kadib maano ba saddex jeer afar jeer shan jeer lix jeer soo qoro hadeen intii la dhihlaa
dadk Soomaaliduna warkaasi waxaan u maleynayaa xogaa culays bay ku noqonaysaa qofka maanta oo dhan shan jeer lix jeer waxma qori karo maybe waxaa laga yaabaa qofka in qof reer baadiye yahay oo aad ku wareersan tahay iskortiisu ma tahay bomba mise waa taybto saas darteed waxaan sameynay baaritaan la yiraahdo C-peptide oo aan ku ogaanayno qofkan unugyadii beta cells ee soo saaray insulink si sax ah u shaqeynayaan mise waxba ka khaldan mise waa daciifeen mise waa ever oo jirka dib u imaanayna sharaxaadtaas dheer sokorta marka waxaad ku qalabaysantihiin inaad si medicine ah iyo si herbal ah inta dadka u dabiibtaan haa waxa weeyaan xagga baaritaanada waxaan ka soo qaadanay cilmiga cusub laakiin xagga daweynta cilmiga ee herbalka ee qadiimka ahaa ee asalka ahaa ee dadku isku daweyn jireen kumanaan kun oo sanaba ayaan dadku ku daaweynaa oo maadsan tahay xanuunno badan ka sheekeeyay doktore aad maadsan tahay inaad daweysaan wax ka qabataan laakiin waqtigu nooma wada hurayo midka markaasi bulshadana aadka u danaynayaan aan ka abaari doonaa sonkorta waxaa loo haynaa aad tiraahdo bal inooga war annaga haddaan ka boobo waxaan ognahay ama dadkeenu aaminsan yihiin inaysan jirin meel sonkor lagu cirib tirayo daawo iska socoto inta noloshaada ka dhiman la iska qaato waa kugu kacday waa kaa dhacday la yidhaahdo wax uunbaa isku qasan maxaad xaloo haysaan horta xalka intaa loo gudbin waxaa ka horeysa horta siduu ku yimaadaa horta cudurkan horta in qofka na daawanayo la fahansiiyaa horta ka horeysa qofkan horta marka cudurka aada fahantaad fahmi kartaa horta wuxuu ma wax daawo leh baa horta mise maa mise siduu u yaalaa ma cudur baa asaga naftirkiisu mise cudur maaha qaabku ku yimaadaa markay su-aashaasi aad ka jawaabto ayaad fahmi kartaa horta wuxuu yahay cudurka sokorta bal ku hormar horta haddaan ku hormaro waxa waaye horta laba nooc u kala baxaa sidaad maqashay kan nooca koowaad ee qofka ah inuu insuliinkii sonkorta xallin lahaaba qofka u ka maqan yahay kaas waa cudur oo waxa weeyaan jirka ayaa dib wuxuu u weerarayaa unugyada beta cells wuxuu u arkayaa cadow inay tahay marka u baabi'inaya waa midka ilmaha yar ku dhaca dadka waaweyn qaar ku dhaca inta badanna ilmaha yaryar iyo dadka yaryar ku dhaca marka kaas wax xala looma heli karo sababtoo ah qofka insuliin anigu uma noqon karo insuliinka waa inuu banaanka ka helaa laanu kii ilaahay abuuray waa ka maqan yahay jirkiisa soo marka midkaasi waa midkaas isaga naftirkiisu waxaan u sameynaa cuntada inaan u saxnoon u hagaajino si dhibaatada faraha badan leh ee sokorta aysan uu ku qabin sababtoo ah qofka isagoo yar markay kusoo bilaawdo cudurka sokorta uma adkaysan karo labaatan sano kadib haddii sii hayso lan qofka weyn marka uu ku dhacayo already isagoo kobtan jiru ku dhacayo marka waqti yar kadib qofka inuu iska dhintaa laga yaabaa marka cmrhaa dhibaatada marka aadka ma soo gaaraysa lakiin cunuga yar markuu waqti yar kasoo bilaabo waxa weeyaan ilaa uu ka weynaado ma u adkaysan karo sokorta kacsa marka in loo hagaajiyo nuqtadaasi muhiim waayo cirbad keliya aan loo qorin laakiin cuntadii cirbada la iswaafajiyo saas darteeda waxaan sameynaa marka in qofkaasi cuntada aan u hagaajino nooca labaad oo taybtowga la yidhaahdo dadka waaweyn ku dhaca horta waxaan weeyaan oo isweydiin mudan ma jiro cunug yar oo toban sano jir ah ama sideed jir ah oo taybtow ah ma jiro oo kiniin qaata ma jiro maxaa dhacay sababtu waa maxay cudurkan waa khalad issoo korkoray oo qofka uu kusoo dhaqmaayey oo la weynaaday waay bimacnaa annaga waxaan cunnaa cuntooyin kulligooda markay jirka galaan glucose isu bedela oo sokor wadaa bariiskii baastadii burkii sokortii qaladka koowaad marka aan sameyno waxa weeyaan oo cudurka sokorta waxaan ka cunnaa carbohydratekaasi wax badan aada u fara badanaan ka cunnaa qaladka labaad oo aan sameyno hal mar ma cunne dhowr jeer waan soo celcelinaa qofkii waa quraacanayaa waa ku qadaynaynaa waa lagu casheynayaa weli waa lagu casriyeysanayaa casriye iyo qabshax qabshax waxa loo yaqaan aad iyo aad haa oo soomaalidu ay u badan yihiin shaahiyo cabaan doolshiyay cunaan buskudii xalwey cunaan casriyadan sheegaya sambuusay cunaan marka mar walbo aad cunto cunto waxaa ka caaya dhacaan la yidhaahda insuliin insuliinka markuu kaco waxaa laga rabaa sokortan faraha badan leh dhiigga soo gashay inuu qaado unugyada ku xareeyo marka annaga maadaama aan iska fadhinno ah qaladka saddexaad
قلت صدحات وحواي قلت كوبا محوها إنا محوها كربوهيدرات فربضن أعنو بورجر أسوع العلنو قلت صدحات وح إن كربوهيدرات كاسي أن لفر لنو أن حركة أن لصمين مركا تاسع وحكيني سا مركا إن قفكي سديتهم بقول كي بروحوا من الجرك الوحري السولين كمركب مركب قاعدة ونقيده كحرين عين ونقيده مركب بحسمان جلايكوجين كي كحرين عين كده إنه بدأ أما مركب قدام بحسمان كله الوحري مركب لو مخازن كي سكرت أيوة بحسمان وحلاقة دقايا دفنا لقى دقايا وقف كي وكعيل عين كبورنا يا قف كبورنا عرقتي مروا البوح وخطر وجرة إن عذر كسكرت أي كل على ونقولها أما ضدك على شو وين؟ ميبو حلاقيها غف ينوع عاتية هاي، صح. لكن عذر كسرت كل على سوتهن وحويان مروا البابا ونقيد يلا أباراي مروا الباب أنسولين كقع وحري أنسولين كقع وحري جرك وحب لابا يا مرك مرك إنه يرادو أنت عن وح كده مبايو سكرت أنسولين ومحمل كرنو نجدع أنسولين كان هدمل كلو وح جيو ما يقان هي. مرك ماشي بكينايا مركو كانوا جركو حب الله بايا إنه سكرت سودي مرحلة داس في حالي رهدا إنسولين ريسيستنس يعني أنا إنسولين كإن لقى سودي دول أي نقيده كم ضح أذيعان إنه سكرت كو حرام أنا أبو بحسمين مياه أنا مرة البواب بحسمين لما دي هدي بحسمين قف وقر حياة معناها سكرت سواك على مركز واب بس سكر أقول على لكن معناها وحو كسينا يا إنذار آه إنه معناه بحسمين الله رمي وكوش ذا ها وحو ليه هاي معناه قف مركا أتكبر تاتك عركيسا وضعك إنت بدل لقمو برارك سينو قفك إن إنسولين كلاقا بارو مروا البا إنسولين كهدي لبارو حال عركيسا قفو حركيسا بالمثل كرسرول كي سؤاد وكعسيني هاي إنفكشن مقابو وحكلا مقابو إنسولين كي سدا بارتو ما يبقى سوى تضواتا مرا إنا عرك تالقا يا وقاد وكعسيني دو عدر كي سكرتا وكسو صعود marka insulinka markii la baaraa waxa la fahmaa qofkan sokorta ma ku soo socotaa mise kuma soo socdo anaga waxaan u sheegnaa waxaan baarnaa xiliiraha home ay arro ah in qofka sokortiisa soomaal la fiiriyo insulinkiisa soomaal la fiiriyo labadaas tiro la isku dhufto kadib tiro kala loo qaybiyo kulli wixii dhaqaatiir ah tafasiishas yaqaano kadib la ogaado qofkan xaarka uu taagan yahay sokortiisu taaganta dhibaato ku soo haysa ma soo haysa border ku taagan yahay mise waa ku dhacdayba وفعلا وكحما هاي صومالي ذو وحي وقيب سمان لبا قيمون سكر قبع إيه سكر سوغي أفوال بو إيه ما دمان تمركان كبارا أرنتاس أيضا أما إيه راد إنتو إيه ما دي دهو إيه فيري بنيو ماشا هيركا وحي صومرايا إنت بلا وحي أود بذيهن داد بوردر كود التاقين أما داد إيه كود عيرفت أما داد بوردر كسو استاقر أبو سكر تاو شد بونتيكي أولو شد بونتيكي سكر تاو أولو هاي jirka marka wuxuu bilaabaa insulinka marka inuu sokorti xoog ku xareey anaha meeshu kaga xareen lahaa 10 unit wuxuu bilaabaa in 7 8 uu ku xareey xoog uu u sheegto marka dambe tabartiisa ka soo badanaysa sheekada marka tabarta ka soo badato tabartiisa ka soo badato waa marka la arkay qofka kaadi badan lagu arkay oo afkay ka qallalaayo oo calaamadihii sokorta badan oo faraha badnaa oo dhan lagu arkay taas waxa keenaysa marka inu qof kaan u baahdo kiniin u kaalmeeyo oo ugu kaalmeeyo sokorta jirka in lagu xareey macna jirkan markuu buuxsamay in la sii cufu u baahdo macna oo wixii lagu sii khasbo taas marka xal uma noqoto mar walba qofka markay sokor ku dhacdo aniga waxaan iraahdaa adaa dadka ugu fudud adaa ugu fiican dadka maanta oo laga daaweyn karaa sokorta waliba dadka ay ku cusub tahay muddo 2 bilood ah ayay ugu badnaan qaadataa inay sokorta uga fiicnaadaan oo sidoodii hore normalka ay ku laabtaan halka dadka ay waqti dheer haysay sida 10 sano kale 15 sano 20 sano haysay naftirkooda waxba laga qaban karaa laakiin waa in horta marka hore aan baarna qof walba ma dhahaayo aniga sokortiisa waa xalina ana anigu ma dhahaayo nin walba sokor qabo oo dhan ha yimaado sokortiisa wax ka qabanaa maya waa inaan horta la baara la fiiriyo sibibtaydkiisa la fiiriyo unugyadii beta cells ay soo saarayay insulinka ay wax xalinay ma dhinteen mise way nool yihiin mise way daciifeen marka mar walba asayo kontroolka cuntada uu u baahan yahay mar walba sababtoo ah dhibaato isu sii geysanaya kiniinkuna ma ahan xal uma ahan sokorta kiniinku mar walba keligiisa xal ma
حالك هو إن قفك إس كنترول أنت دي إس كنترول أنا قوم حان قوانا مركا وانسكورتك قوانا ماشا واي مركا ماشا تفاسيش وباهنا وكلا تفاسيش وباهنا صوتو جير كام حوسو دي علامدو كسية أفقال لي لاد أركتي كهذا البدن عسكو أركتي معنى هذا جير كان وحو كيوري إنتان كدب نومور وحسي هذا سكر وضنبها إي كينين وبحسمي بس إيقاني عديق مركي إنا كسي خصبت ميا من سوى إنا كديس وحي ونفسد وإنا كديس سيدا عقلي وشي إنا كدائي سوما أيضا قفكي أهل الدلين الله ليه إنا قفكي انتظر أنها لقجره قفكي وقاجه ودي منايا لكن شيء وشيء أباهان علمي يقفي قانا نتريشنك إنا قفكي قعنت إنتكو قبطه وانتظر كسحه انتظر الله صحي نفتر كذا أيا قار ليس هو فقصانين لكن الحمد لله سيدا أنا أمبروبي ضد بضن وبكاننا أن أقدر أويس بدور كسكرتا وحجر عنتوين وقار الله وقطع له قال قفك سكرتي سأل كعينين معناها جلاسيمك إنك إسك إن لا في ريع انتظر جلاسيمك إنك إسك وآه حوارها وقولي كوزك إسكوب بدلو معناها جرك دحديس أنا انتظر أنا قولي كوز إن إسكوب بدشوا حق تاكو قاضت حوارها هيكو قاضت مرك حواره سائد مية مسي حواره ترتيبه أنا مركو حواره يسويري هاي قولي كوز كإنه جرك انتظر إسكوب بدشوا حكيني سامرك قفكا سكرت قضاء هين واستعمالك هو هاي جلسي ميجا أنا وسن استعمالك هين سيدو برد هذا يبرك سكرت أو كله يحيا والله ميدا سيدي أداوينا ما كان نقع انتظر هاي سيدي أداوينا عدو سكرت عدو سكرت حم أداوينا لا بقى كو هرتا قف دواء ما باهنا قفك باللوغا انت بدل دواء ما باهنا وباهي كلية إن انتدي سلو كنترول unugyadii sokorta bartay ee jirka ku jiray laga dhaafay waxa ay soo dhibsadeen jirkan wuxuu diiday ee cuntooyin gaar ah oo macnaha carbohydrate-kan farax badan u soo diiday soma hadaan ka deyno oo waxyaabo aan sokorta kicinayno qofka uu isticmaalo lifestyle-kiis wax ka bedelo alimitooyin la imaado socod la imaado sidii si hore caadiga normalka uu ku laabanay waana wax research cusub loo sameeyey ingiriiska oo kale hadda lagu sameeyey hay-adda nutritionaha sameeyeen arrintaas ayada research-yadana way ku jiraan TV-ga Al Jazeera-ba soo saaray maalin hore in 199 qof lagu sameeyey baroobo oo sokor qaba laakiin ayaga muddo dheer 2 sano iska haysteen waxay kadibna ogaadeen in qofka caadi uu noqon karo daawo la'aan noolaan karo sokor asagoo qabin anaga waxaan sameynaa marka qofka cuntadan ka saxnaa dadka qaar marka oo wax badan ay sokorto haysay dawo ugu darnaa dawadaas oo ah mid jirka hagaajinaysa unugyadiisa dib u soo saaraysa sokorta oo waxaad arkaysaa qofka markii dawada la siiyo xogaa sokortiisu inay yara kacayso laakiin waxba aysan ka dhibeynin sababtoo ah isagu wax qaldan ma isticmaalin waa sokor hore oo jirka ku jirtay kadib muddo asbuuc kadibna sokortiisu hoos aado uu fiicnaado kadib markuu fiicnaadana meeshiisa aan ku hayno deetana markii 3 bilood ama 4 bilood ama markaan arko inay munaasib u tahay in la baaro aan dib u baarna waxaan fiirinaa insulinkiisa waxaan fiirinaa sokortiisa 3 bilaha ah waxaan fiirinaa C-peptide-kiisa waxyaabahaas oo dhan oo la isku keeno markaan fiirino ayaa waxaan aragnaa in munaasib uu yahay in imtixaan laga qaado waa imtixaanka laga qaadayo qofka waxa waaye in sokor lagu fiiriyo bimacna qofkii sokorta qabay النورمال كسان نقطة سكرتيسة بارتاني صار لنا نورمال إنه قدين كارسترول كيس هو نورمال نقطة وحول بنورمال نقطة إيه أنا كفير إنه سكر هي تمر هي ملب هي حيابي هي كعنجري سكر طالنا لو فيريو كده بنا أنفير إنه ما كسكرتيسة حاجة جارتي ما نورمال كي كبحسن تاعي لو ساعدت كده بأنفير إنه هدا أنا أرجنه إيه قفك سكرتيسة إيسن كعين ونورمال كإيسن كبحين وحلا نهاي سكر ما قبتيد هذا كده waxay hadda ka dambeeyay shalay jidkii kugu keenay sokorta ay ahay cuntadii khaldaneed isku daldalaysay iska kala yareey laakiin cuntooyinkii aan ka joojinay oo ku fasaxnay taas darteed qofkaas wuxuu noqonayaa qof aan sokor qabin alxamdulillaahi dad badan oo ganacsata leh oo barfasoora leh oo jaamacadaha wax ka dhiga dad caama iska caadiya
انت بقى مجال هذا مقدش الجوجا تبدي الجوجا قول هذا الجوجا وأحكي قبل إنه ويجي تاني إن شاء الله تعالى مطلع نصبني أما دقيستين وحلو حقيقي كني ساهد إن يجريان ضد حنوم كاسلا نوراي أو كويميت أو أدت عاشي أو ما أنت كلام بده ضد كيس كده نعم ها وحب مقبان سكر مقبان هذي وحي كين جري عنانا كم كعيسو وأنا وحب أبروف له وواحد دليل كده له baritaana de aan sameeyney waan hayna before after ayagoo ah dadkii ay joogo wixii odhan way joogan marka waxaan aniga codsanaya qofka haduu dhaqtar yahay iyo haduu qof wax bartay yahay iyo haduu qof caam yahay ba waxaan uga digaya in uu wax uu san ogeyn uu san cilmi u lahayn u beeniyo asagoo wili aan arag hadii aad rabto arintan ayda inaad hubsato halka noogu imaad nala niqaash nat itusi dadkii aad daaweysay ide shalay dadkii qabay maanta aan qabin aan arko ide sidee wax u daaweysay ide laakiin in aad muxuu ahaayay adoon ee iimaanin ama oo muxuu ahaayay adoon arag waxa xaqiiqda jirta inaad iska radiso ama iska caytanto ama aad tiraado waa beenaale ama waa sidaas aad tiraado khald way waxa way siiba qofka wax bartay wax laaq u ah in suurta galnimada qofkaas dib inay u soo weeraro xanuunkaas intay dhanta suurta galnimada waxay dhanta wax way shalay jid khaldan u qaaday bay bahashan ku tib jidkii haduu qaado ay khaldana way ku soo laabanaysa cudurka laakiin haduu is ilaaliyo macnaha mar walba dadada waxay ku leeyihiin hataa is ilaalinayo balla iska daaweeyo hataa in la ilaaliyo maxaa iska daaweeyo lama dhahay dadku ayaga waxay aaminsan yihiin inay si sax u nool yihiin macnaha maskaxda ninka Soomaaliga waxa ku jirto sida caadiga ahaa man ku laabanaa oo ku leeyahay shalay caadi ma adan u nooleen adiga shalay si caadi inaad u nooleed may kula tahay nin saxan bariis saaka muxuu ahaay marduuf canjeera cunay oo cunay muxuu ahaay saxan bariis saxan bariis cunay caawana saxan baasto ku cashay inuu yiraahdo sidii caadiga ahayd maan ku laabanayo caadi ma aadan u nooleen qof caadi macnaha qof caadi u nool maba ku dhacdo baskor sax caadi uma aadan nooleen adiga khaladaad badan ay isku ka yimid marka mar walba aad sida saxda ah aad u noolaan doonto waa ku sheegaynaa insha Allah taala inta ay sokorta aad laga daweynayna cuntada qaada loo saxa markii qofka ka fiican waa mahadsantahay waa soo gogoweynina waxaan rabaa hal su'aal inaan ku diyo kadibna aan fariintaada ku soo gogoweyn qof buuran أي سكرت كل عضها. ديد نوع حال أركا سو مثال الغلين كاس وكله تنقضة أو بابا. هاي تحسبت. قف كبورن سدي سهرت إنه هرت عيل محاكين. وحاكيني السولين كان كعسنا هرت كيان اللي بعتها. السولين كأت كم كعسنا وما أنت لما قلنا قف كعمود دل دل عيل وقت. قف إسك سو إسكفلي إسكبورت مجد وين جيران عذره سوى سيدا محو آهي قف كمارك الثايرود وقبو كلا إيو قف معناها مشاكل كهيستم غدتك سيقود أهانيد واجرا قف كبوري إني كو كانت أرنتا سايدا لكن وحكا الله يا بوري ذا قلت كتب دي عمتا ذا قلت كتب أنا هو حاي مانا آيو قف كا إن أو سكر تيسو سواحي سكر أنا هو حاي مانا آيو قف كا إن أو سكر بورن وحو أرك اسكعونو ماشا وحاي يوي من الملا با تنجراء أو طيب توقع كورم عنق ير أو سديدي تمجرة أما لبا تنجرة أو سوء عينا وحو عناي سكر كل عادي أو طيب تونو هل كان يوي مادين مرك عن تدا أنه هذا جي طيب تو حلي هذا سكر تكل عادي دتك ووين أو كنت متخلطك معناه أيده ما أهن عذر أو سيد ملاري يده كله دأ والبكر عادي ما أهن الماء يرير كمان عادي سانكو شيء الماء يرير طيب وين كأكل كان وحواي قلد إذا سكر كري واللايف ستايل كان نجا كخلدن متضي حاجة دي سعد كي إيه ستريس فربضن وقف كي سو وجهه حيا بها سامر كنت سو بير صدان قفك عذر كان كريدة مركو حن كلا جيدا وحواي قفك سو بورم كي سكر كل عضو مركو وهو رئيس هرتا قف حنو صاروا نقنعيا سكر تي سؤاد وكعسن تاي ونجيدي سيدي للربي وما قادنا عين تمرتا sidii la rabay uma muxuu ahaayay u shaqaynayaan qofkii marka ayada weed loo soo noqonaya qof xanuunsan qof stress qaad qofkii markii sukara kugu dhacdo la uu naxay xus leeyahay mushkilad weliga ku daba socoto ayaa kugu dhacday bas waay wax xalna ma laha laakiin sidaas in qofka loola dhaqmo ma ahan waa khalad
waxaan leeyahay qofka hadii sokor ay ku dhacdo markaas ayada ah waa marka ugu fudud ee wax laga qaban karo laakiin qofka markuu kiniiniyaal far badan soo qaatay oo 500 ka barmoosay 850 u gudbay oo 1000 u gudbay bas waa qofkaasi waxa waa meel wuxuu gaaray aan wax looga qaban karin qofka markii uu is-ilaalinay hadii 10 sano xataa qabay laakiin is-ilaalin jiray waxa waa laga qaban karaa arintiisa أنا مسنت هاي داوديال وحد لصق عطان برنامج كله هذا اللي اختار كرادي هاي تلفزيون كشاف عليه قبل قيدي برنامج كسوق كارن دكتور محمد عبد الله الجبران أي مرتي إنه هاي وحنا كل شيء كسنة إنه حنوم كا أما موضوع السكر ده هي وحياة بضن ومركز سي وحكا قبطان سان هرين كوسر شيء مصر يسد وكرة اليمن أي علوم تيس بسكر تياري إن هذا وحاء وكهل قرا حرمتا اللقمة جعابه نافع نيوتريشن ان هربال ميديسين تخصص كيسنا وا ثيرابيوتيك نيوتريشن ان هربال ميديسين ان قبل دكتور سو غارني فرينتا اي دلدا اي وعي غلينتا بولشده سومااليه كا داون سكندري سينس شبيل عبد الرحيم حيتا لبا دقام كيسنين فرينتا او دراي ددك وها واي ولا ليال شلي ددكان وين ولاي عذرها ما انت جيرنا ما اسن قبل أنا هدات في رسالة صدّن سنة كهر، فرتن سنة كهر، دات كين ولا بدور هذا عن مانتا جرا ما إسنا أقولين، ما نجرين، دات كونوا وادات كي، وح فرق يوم مرة حي جر كونوا واجرك، محا مانتا بدور هذا عن كيني شلي أن جرين وأنا اسمي ديسان، شلي وح اسم تالك آدي جرا قف تي بي كل عذا، إيو وح اسم تالك آدي جرا قف جبا، إيو قف واشي. اسبيتالكا مرتيني لجينجري مانت اسبيتالا دي وي باتين عذرادين وي فرباتين سببتا ما اسوي ديسان حقي لغا يجيمد ما قفك لا تهي اديق او قفكي هراء او نولا انا هين قفكي قفكي واي لكن وحا لغا يجيمد وحا واي عمتدا دا اسكا كنترول اسكا هجاج عمتدا عمتدا الهي سبحانه وتعالى سيدو وابو ريئة عن عمتدا بقول سنة كهر انجرين عنن توين كلو فلادي كو غسعيسن كو ابورست الهي كبخاي اسكدا عمتدا الهي سبحانه وتعالى ابوري دلك كبخا عن خضارتا عغارن عن هيلبكا عن ملايغا عن وخا سو دن وخبا كاما دبا هانت سليد استعماليس سليدها معسردا سلي سيتونكا سليد اللوسكا او دلكا سليديه دلكا فربدن وحيابيه دلكا كبخايا فربدن هلا استعماله iyo waxyaabaha dibadda laga keenay laakiin abuurista Ilaahay aan ka bixin sida bariiska oo kale waa la isticmaali karaa aan lagu dalicin dabcan saliid cadeeda marka waxyaabahaas hala cuno lifestyle kan iska hagaajiyo habeenkii iyo hala seexdo waxyaabaha kiimikaliska korka la marsanaa hal iska dhaafo risaaladaas aan soo gudbin lahaa dadka aad baan maasan dadtare aad iyo aad ku mahadceliyey waan nagintaas taawdiyal barnaamijka marti waxaanu ahaa dr maxamed abdullah tubran madaxa markaas ama maamulka xarunta lagu magacaabo nafa nutrition and herbal medicine therapeutic nutrition and herbal medicine ayuu dhaqtar ku soo taqasusay oo wadamada dibadda masar iyo yemen ka soo kala diyaariyay xaruntaas ayuu ka hawlgalaa taawdiyasha iyo dhigistayaashu halkaas ay ku booqan karaan si ay ula tacaalaan sokorta wareerisay ama aabaha ama hooyada ama qudhaada si aad bal u ogaatid in wax ka qabasho aad leedahay in kale inkasta oo hadalka dhaqtarka ay nooga soo dhaxbaxday in 80% ee bulshadeena suurtagal tahay in xalkooda la helo barnaamijku anaga intaas nabadgelyo doktor aad baan ku mahadcelinaynaa aad iyo aad u mahadsantahay insha Allah taala TV-ga iyo raadiyaha shabeelana aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa waqtiga ay na siiyeen iyo sida ay noo soo booqdeen insha Allah taala aad u mahadsantiin mahadsan doktor bye bye saaxiib